لا يزال معبر رفح من الجانب المصري مفتوحا، لكن تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسببت في اكتضاض الشاحنات أمام المعبر، وتمنع قوات الاحتلال على المعبر من الجانب الفلسطيني دخول المساعدات لسكان القطاع. المزيد عن الوضع عند معبر رفح يطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، حيث هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنذ بداية احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وهي تمنع دخول المساعدات الإغاثية من مستلزمات طبية ومن مواد غذائية ومن خيام وغيرها من بوابة معبر رفح الفلسطينية. أما بوابة معبر رفح المصرية ما زالت تفتح أبوابها لدخول هذه المساعدات. أيضا معبر كرم أبو سالم تمنع دخول المساعدات قوات الاحتلال من هناك، بالإضافة أيضا لهجمات المستوطنين على المساعدات الإغاثية التي تدخل عبر معبر إيرز في قطاع غزة. كل هذه الإجراءات تؤدي إلى كارثة إنسانية وإبادة جماعية تحدث بحق الأشقاء في قطاع غزة، وهذا ما تحدثت عنه مصر وحملت مسؤوليته لقوات الاحتلال وحملت مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تحدث بالفعل في قطاع غزة. مصر أيضا ما زالت تعمل على إدخال هذه المساعدات واصطفاف المساعدات والمجيء بها إلى العريش ورفح لتقف هنا في الانتظار الدخول إلى الناحية الأخرى. أيضا سيارات الإسعاف متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار الدخول لنقل الأشقاء المصابين من قطاع غزة الفلسطينيين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. نرى عشرات سيارات الإسعاف متوقفة أمام بوابة معبر رفح المصرية وألاف الشاحنات أمام بوابة معبر رفح المصرية في المناطق اللوجستية، نتحدث عن مئات الشاحنات أيضا على جانبي الطرق في العريش. أيضا مع استمرار القصف المستمر على رفح الفلسطينية مما يصعب دخول المساعدات ويعرضها لي أيضا الإصابة ويعرضها للتلف. أيضا وقوف هذه المساعدات في رفح والعريش مع ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تلف هذه المساعدات، لذلك أيضا مصر ما زالت تحمل قوات الاحتلال مسؤولية هذه المساعدات. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.